شي الصوت <سؤال> لكان مليح الله يسلمك شوف الصوت بارك نبداو في الفيديو هذا بارك الله فيك عيسى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواني مشطوبي الجيش الوطني الشعبي الفيديو هذا الفيديو هذا نهضروا فيه على ثلاث نقاط برك يكون خفيف ان شاء الله وتعاوا سمحوا لنا على العطله اللي تعطلنا درنا على 9 ونص وجيت ندير في الصفحه تاع العريف الاول و بالفيسبوك تاعي اللي فيها انا ادمن الصفحه الفيسبوك تاعي مازال تاع العربيه مازال تو 13 يوم باش يفتح ما ندير هذا العريف الاول وما نقدرش ندير في تاع العربيه درت في هذا الشيء خيسه اللي باللغه الفرنسيه كي تفوت 13 يوم ان شاء الله نعاود نديرو في الصفحه تاع العريف الاول الفيديوهات هذو اخواني المناضلين نتكلم على واحد النقطه برك تاع أه... نتكلم على واحد النقطه تاع اصحاب نهايه العقد نتكلم في النقطه الاولى على نهايه العقد نهايه العقد اللي فات في الخبره او فات من بعد نهضروا عليه ولي مازال ما الخبره اللي مازال ما فاتش, الخبرة؟, ما ما فاتش الخبره وبدل رقم الهاتف تاعو ولا اتصلوا به وما كانش ما يبقاش يقول انا وما يطوليش وانا نهايه العقد على المستوى الوطني كاين نواحي العسكريه هز روحك يا نهايه العقد هز روحك هز ملف جديد كومبلي في يديه في يدك ودير رقم الهاتف تاعك تبدلته السينيال شوية على الفيديو كي نحبس الهضرة وشوية السينيال بزاف تجي الفلوس هاد لما ما قلنا لي مازال ما فاتش الخبرة الطبية وهو بسبب نهاية العقد سوا منه ولا إجباري قلت لي ما اتصلوش بيه يعاود يهز ملف كيما الملف الأول يحطو في أونفلوب ويروح لا ريجيون لا كاس إذا لقا روحو في الريزو يقولوا يقولولو وقتاش تجي لا دار إلا كان ملقيتش راك في الريزو ادفع الملف هذاك تاعك اللي ديتو ورقم الهاتف الجديد وفي يقدر يعطيك في نفس البلاصه يعطيك تاريخ تاريخ الخبره الطبيه كي تروح لا لا ريجي ولا كاس بدفع الدوسي ولا تسقسي على روحك لا كان في الريزو ولا علاش ما تتصلوش بيك المهم لا تتصلوا بيك ما يقولوك او هاي البريات ديها ولا كان قالوا لك ما تصل إذا كان ديز دوسي ما حبوش يحكمو عليك في لا ريجيون لا في لا يقول لك روح حتى نعيطوا لك وانت نهايه العقد نهايه العقد سوا اجباري قلنا ولا بيطالب منه والدوسي في يدك ما خلاكش تدخل لا ريجيو باش تسقسي على روحك ولا ماحبش يحكم عليك الملف انا ما تعيطليش هكا عسكري تما في الباب يحكم عليك الملف هو او يخدم في خدمته وانت من حقك تشوف الوضعيه تاعك قاعد في الباب تم وحتى تدفع الدوسي باش تروح موت في الباب اعتصم تم قلنا واحد ما على واحد بلي رحت للاريجيا ولا لا كاس ندفع الدوسي تاعي ولا ما عيطوليش الخبره هو نهايه العقد كي نهايه العقد يعيط يقولي محبوش ما حبوش يستقبلوني في الباب وهم قالوا لي راح ورجع وحتى نعيطوا عندك الميل في يدك تدفعو باش تروح ومن حقك تفهم علاش ما عيطولكش الا لقيت في الريزو قلنا أو يقول لك وقتاش تجي ويعطيك لونفلوب الا كان ما عطاكش وقال لك روح وما نحكمش عليك الدوسي انا ما تعيطليش هاك عسكري قاعد تم في الباب مو تم مش نعاود الهضره هذه هاك عسكري دبر راسك دير اعتصام تم مال. او السينيال على الفيديو هذا لا نعاود انا في الهضره ونبقى ساكس تجي لي كرونوار ما نشوفش السينيال سي بورسان نعاودوا الهضره ونبقاو نستناو باش نزيدوا نهضروا حنا قلنا هذه تاع نهايه العقد باش هما يتهناو من الفئه هذه تفوت وفي نفس الوقت بعدو درك جاي التاديبي باش نف... التاديبي يفوت في الخبره ما تبقاش تقول انا كيف وصلت التاديبي وانا معي لك ما عيطوليش وانت بالك الريزوم ما عندكش ولا بدلت النيميرو تليفون وهما في نفس الوقت يكسبوا لي بي هما تاني ما يكتبوا يقولوا حنا مازلنا مع التاديبي باش نوصل لهذا مازلنا مع نهايه العقد باش نوصل تاديبي وفي نفس الوقت كي يبداو التاديبي ما تجيش انت تقول انا ما عيطوليش وتكون راقد ولا ما عرف وين وتجي تعيط تقول انا وانا ما فوتونيش ولا انا نهضر مع نهايه العقد بطالب منه او اجباري آه النقطه 2 النقطه 2 المحالين على الخبره الطبيه وما بلغوهمش يعلم اللي مازال ما خلصش اللي مازال ما خلصش مي يقول لكم حتى وحده وعلى بالي وسرا وجرا يعني يقول لكم هنا يعلم بها ربي سبحانه ويعلموا بها اصحاب القرار وعلى راسهم عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه القائد على القوات المسلحه كيفاه يديروا للناس هادو هذا واش راه نقول لكم ايبا ما عليكم غير بالصبر نتوما دفعتوا الضواصة والسنة وطلبوا ربي ان شاء الله باش الملف هذا او بالملفات المدنيه هذه الناس اللي فات بالملفات المدنيه والامراض غير منسوبه ينسبوها اصحاب القرار درك الا كانوا هما ديسيداو وفصلوا فيها يعلم ربي. كان ما حابينش يهضروا على ربي و الا كان مازالوا ماشي ما ديسيداوش بكفاية يديروا ام هما اللي راحين ديسيديو و مازالوا ما ديسيداوش ولو كان كاش معلومه كون حنا هضرناها وتم الفصل فيها إبا حنا نصبروا ونزيدوا نستناو هادو الناس اللي فاتوا الخبره الطبيه باش يشوفوا الحاله والوضعيه تاعهم سوا يديو الملف التكميلي والله اللي اللي يدفعوا الملف التكميلي فيرسيو له لي ليسونسييل لحد الان ما كان والو ولا كانوا ما خدموها مازالوا ما عليها اي ما بتسوا لي كاس باش يخلصوا الناس هذه اللي فاتت الخبره الطبيه ولا يقصيوهم نهائي ولا واللي... <applause> عندنا التاديبي نورمالمون نورمالمون على مستوى الناحيه الثالثه خلصوه مازال الوسط مازالت الخامسه والثانيه والاولى والرابعه مازال فيهم شويه ضغط على الملفات الاصحاب التاديبي اللي مازالوا ما فاتوش الخبره الطبيه وحنا قلنا نهار لو 11 ان شاء الله نروحوا طينا نشوفوا واش اللي كاين هبطوا لي ليست من دالي ابراهيم هبطوا ما هبطوش حنا كذلك نزيدوا نروحوا للمستشفي الولائي اللي يدفعوا الملفات وعندهم لي بوردرو يجيو لدالي ابراهيم بين الوثائق تاعهم قالها يا اخي يا اخي كل فئه مديره وحدها جيبوا غير تاع التاديبي اللي ما هبطوش ونشوفوا طراش لي ليست هادو هبطو ولا ما هبطوش قلنا 11 ديسمبر 11 ديسمبر يقسم طينا ولو ديزويت ان شاء الله في دالي ابراهيم عندنا كذلك ملف تاع الارامل والاصول اللي مشطوبين اللي كانوا متزوجين وماتوا الله يرحمهم واللي ما تزوجوش ما عندهم الاصول تاعهم حنا نطالبوا وزاره الدفاع ورئاسه الجمهوريه ولا الحكومه تفتح الملف على هذه الفئه الموت هذا يحق علينا كامل ولكن الناس هذو ثاني راهم في امس الحاجه لهذه التسويه وهذا الشيء اللي راهم فيه راهم يحتاجوه نطلبوا باش يتصلوا بهذا الارامل ويريقلوا لهم الوضعيه تاعهم حنا ما نتنازلوا حتى لا واحد وندافعوا على جميع الفئات الثمانيه لي تريقلوا وسلكو لي بالبركه عليهم ويحوسوا على المنحه تاع الزوجه وبعض الامتيازات يزيدوا يصبروا علينا شويه ما يبقاوش يتعيطوا حتى يفوتوا الناس اللي مازالوا ما فاتوش وما حتى المرحله تاعهم يزيدوا يصبروا علينا شويه ورحمة ربي نتكلم على نقطه خلاف وهي بعض التصريحات من بعض المناضلين على الملف هذا او طي الملف او امضاء الملف هذا من طرف رئيس الجمهوريه او ايا كان ولا وينات الحاله تاعو حنا قلنا في الفيديو اللي فات قلنا قلنا بلي اي فرد يدير فيديو ويصرح ويحط الصوره تاعو والاسم الحقيقي ويصرح ويقول او صرا وجرا انا قلت ما عنديش الحق باش نجاوب على فم هذا السيد اللي دار الفيديو يتحمل مسؤوليته واللي صرح يتحمل مسؤوليته انا باش نزيد نصرح حاجه ما ولا ما ما على ونصرح بها انا ما نتحملهاش وما ليش اه انا هو ما واش راح نقول انا الثقه في الوثيقه كي نشوف نهضر ويسك سبق سبق انا وتحملت مسؤوليه كبيره لأني انا شخصيا تفاوضت والله كان لقاء مع المديرين المركزين برتبه لواء وفي رئاسة الجمهورية وقمت بعض التصريحات أني قلت باللي التسوية 92 2011 لجميع الفئات ملف طبي عسكري او مدني بعد ما خرجت راكم تشوفو بعد ما خرجت بس انا ما عنديش وثيقه في يدي ودرت ثقه وهدرت واش هضروا لي انا يعني اليوم انا راني نعاني وراني حاصل مع الناس اللي قالوا لي قلت لنا خدموا ورقه ورواح ولا ملف طبي مدني ورواح بس حنا في الحوار كي على الملفات العسكريه والمدنيه قلت انا باللي الطبيب اللي نخدموا عنده في المدني راهو طبيب جزائري وراهو قاري في الجامعة منو من الطبيب. قلت أنا بلي الطبيب المدني اللي راحين نخدمو عندو برا في سيفيل راهو قرا في الجامعة ومحلف منو من هذاك اللي دخل لتاك أنا قالك أنا محلف قلنا له حنا حتى تاع اللي راحين نخدمو عندو راهو محلف فائدة به اليوم ويقولك جيب لي ميل فاسكاريت عسكري تاع طبيب الوحدة وتقرير تاع طبيب الوحدة وتقرير إذا كان عندك حال تاع وتقرير قائد الوحدة وتقرير وتقرير وكبرت ولا الملف المدني محطوط لهيه وما داروا حتى اعتبار انا هذه راني حاصل فيها نتحمل المسؤوليه تاعها وانا اني هضرت وقلت لكم مع من هضرت مع مدير الشؤون الاجتماعيه والصحه والماليه والنطق الرسمي باللي الملف يكون عادي المهم يثبت هذا العسكري باللي راهو 92 2011 وعنده ماتريكيل وشارك في العشريه السوداء مهمش يهمش الملف راح يتكرر راح يتك... يتكرم بيتكرم بالط... ب... ب... بالطريقه اللي اللي خدم بها في العشريه السوداء ما يهمناش هي... الملف المدني الملف الطبي فاذا به ولينا نقولوا بلي الملف المدني مش فالابل ولازم تجيبو لازم عسكري ولازم وكذا كذا ورايحين شغل بالسبه هذا يزيدو نتقصاو وحنا ما نتقصاوش بربي ان شاء الله ونبقاو بيسك الجنرال اللي هضرنا معاه مدير الصحه العسكريه اللي كان اللي هو بن جلول هو اللي قال ملف مدني او عسكري هو أه 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 تحال على التقاعد وحنا اللي ما وصلنا والمدير هذا الجديد راه ساكت ما دارنا استقبال ما فهمنا او ساكت هو وراه وحنا رانا حاصلين وحنا اليوم رانا حاصلين مع الطبيب وحاصلين مع اللجنه في الملف المدني هذا الصفه كانت عسكري أه تاع الماتريكيل ماهوش مقسم الفئات فات في التحقيقات أه جاتو الكونفيرماسيون دفع فات الخبره واليوم راهو مازال ما داش حقه على سبب ملف مدني غير ملف المدني هذا الوزاره ما بديتلوش ما حطوش اهميه مالغري على بلا بلي السيد هذاك عسكري بالماتريكيل وعنده وعنده باش تجاوبنا الصحه ولا يديروا يكري ولا يزيدوا في الامراض ف, ف انا الشيء هذا اللي حاصل فيه المستوى الوطني اللي يعني حاصل فيه بس انا هدرتو أه وما زيش تصرى لي ان شاء الله فما بالك نجي نقول لو سمعت اي أيوة صرا وجرا باش نحصل انا ما زيش نحصل الثقه في الوثيقه ثقه في الوثيقه كي نشوف بعيني واش مكتوب والديتاي بيان ديتاي نهضر اما باش نهضر من راسي ونقول لو قالوا لي وسمعت انا هذه ما نهضرها ما نتحملها واللي يهضرها يدبر راسو يتحملها وانتم تعرفوا اللي يدير واللي يكتب واللي انتم على بالكم شكون في الفئات تاعنا حنا ما المشكل درك مع الدوله الدوله درك وكل شيء واضح زلنا نكود من الفينيسيو برك مي نتوما راكم تشوفوا من بعض الزملاء اللي معنا اللي هما ولا هما اللي يقصيو هما يعدلوا في القانون هما اللي يتبرعوا من الفئات انا انا عندي وذاك ما عندوش انا درت وذاك ما معياش وذاك قسم التنسيقيه وذاك يقول ندير فئه وذاك تما ولا ولا المشكل عندنا داخل الصف حنا الصف نص اللي تخلط بالهضره تاع هذاك آه ما يمثلنيش وهذاك يمثلو هذاك انا ماشي كيما هذاك وهذاك وما يديش كل واحد ولا يقول انا نعرفو قال لي خالي وخالتي وعمي وعندي معلومه وتخلط النص انا نعرفك عسكري كي تسمع برك تسمع تسمع برك باللي نهايه العقد راهي تقصى والله تاديبي والله فلان دير فيديو لا بغات ماكش من فيها هذيك وتقول انا سمعت بلي كاين اقصاءات حنا ما لي قصات حنا كامل واحد هكذا نعرفك راجل قال في ثمان حالات كامل اللي يحالوا التسويه والعيش الكريم والكرامه ما كانش حنا وسمعنا بلي راحين ديروا وديروا اي ما كانش حنا وكامل عسكر كامل كنا في مؤسسه وحده كامل تحت علام واحد وكامل بتريه واحد وكامل كنا في جبهه وحده ونحاربوا في الارهاب هكذا هكذا كي تصدر الهضره هذه انا بيك كامل قولوا رانا عسكر كامل شاركنا وكامل خدمنا اما بعد جي انا عندي معلومه 92 99 عندي معلومه حتى ل 2002 او عندي معلومه فلان او عندي معلومه ما عندك حتى معلومه والله ما تسعها ونتحدى باللي فيها اقصاء وفيها وفيها انا نقول لك ديريكت منها في الفيديو هذا منحاوه حاوه وهذاك كان وما كانش واه الورقه في يدي اما باش نجي نقول او قال لي مالا لو كان جيتو تسمعوا كيف رانا حنا نسمعوا وحنا نجاوبوا ما كانش منها لازم تبقى لازم يدي كيف تقصيه كيف ديرلو كيما هضرنا في الحوار في الحوار حنا تلاقينا صحاب القرار مديرين مركزيين واللقاء شارس بحضور الممثلين ودفعنا على جميع الفئة وما كانش منها ما يدي ومعانا وصرا له, له وكذا ويستاهلوا فيه وصرا وجرا ومشينا تمن حالات اللي كتب اللي كتبناهم كامل نقولو ايه داكور يقول لي هذاك ما يديش نقول له داكور ما نقولوش داكور انا نقول داكور جين اليوم في الفيديو هذاك ما يديش هذاك نهاية العقد ما فيهاش. هذا كاو قال هذا كاو اثنين وتسعين الفين وثنين هو الفين وثنين ما فيهاش واش دخلك هاي واش دخلك يعني ما نحبش انا نهضر الهضرة الزايدة احترام للمشاهد احترام للناس سلطات وامن وناس ما نحبش نهضر ونسمي العباد انا انا اما اك مشطوب منك من صحابك راك عسكري منك من صحابك حكم فمك اللي قاعد تقصي الناس وتهضر وتقول عندي وكذا حكم فمك خير انا هذا هو العسكري اللي نعرف واجه هذا الوجه اللي صدر به قبل به حنا بنقلنا بحضور المدير المركزي ما تنازلناش وما قلناش اي داكور ريقلني انا وهادو اللي معايا ولا اها عندك الحق هذاك ما يديش وهذاك يدي وهذاك اي عندك الحق وبقينا ساكتين هو يكتب ومن بعد خرجنا لا من حالات اللي دينا هضرنا بشراسه وهم اللي دخلوا معايا مازالوا حيين ويقولوا لهم كفاه هضرنا لداخل بصح اليوم يجي واحد على بالو واش كاين وما يعرفش حتى القضية وما يفرقش حتى بين الفئات وما حضر ما سمع ما شاف وجا طول وبدا يقصي في الناس انا ليا حكم سابعك خير انا نهضر انا في الوقت هذا كاين ضغط كاين رشارج انا رايح ننسى الدولة باش نزيد نهضر مع القضية هادي وندور للناس هادو بلا سمو اللقب في الفيديو كل واحد يحشم على صلو هذا صاحبك مشطوب محتاج كيما أنت كرامته وتامينه حكم سبعك خير انا اللي يحكم سبعك كل واحد يحكم سبعه كل واحد يحكم سبعو باش يروح ان شاء الله للتسويه اي بالك كان تخليونا نخدموا السكات والاحترام باش ما من نضروش ندرك على بعضانا ننساو القضيه باش نهضروا مع الدوله ونوجهوا الكلام تاعنا وندافعوا على بعضانا ونرجعوا لبعضانا ونسميه في بعضنا في الفيديو فلان واش دخلك بلا اسم في الفيديو يسمعون ماليك ولا أصحابك ولا الامن ولا جيرانك ولا الأشخاص اللي فيك انا كي تحكم فمك انا نحترمك ونجري معك على التسويه ساكن اجتماعي اي حاجه بيناتنا هنا اما باش تجي الناس وتقول ما كانش وهذاك فيها وذاك ما فيهاش كل واحد راني يعني نعاود الهضره هذه راني يعني نعاود الهضره هذه انت تروح دير الفيديو وذاك يجي يقول لي وقال فلانه ما زيد حتى واحد يقول وقال فلانه او نعود انا كي نشوف الفيديو ولا يجيني في, الف... في ولا في الميساج ولا... انا نسجلها وندير عليك فيديو هكذا ليك هكذا مباشر ليك مباشر او درك يولي احسن دفاع الهجوم لي دي ليميت ويقصي الرجاله ويبدا يفتي ويبدا يجبد في القانون وانا سمعت ودرت انا اللي نتهجم عليه بهذا وجهي وبهذا الفيديو والناس تسمع حكم سابعك حنا على مشارف تسويها التسويه نبقاو كتله وحده حنا ومع الدوله ومع الرئيس ومع البرنامج ونسينا في الوعود ولي الناس كامل تفرحوا ونروحوا هذا واش راح نقول لك باه نبقاو نهضروا هكذا وندخلوا في بعضنا ونحلفوا ونديروا ونديروا, ونديروا ونقصيو نتوما كم كبار خليه والو حما وحده الناس كامل <تسجيل> تفرح خير خير وخير تبع بالك شادي الرجال الرجال يتعبت باش وصلت القضيه هذه ان شاء الله صلى الله عليه وسلم قلت ايه قلت قلت وما نسيت شو مازلت نقول فيها ايه ايه امس يوز ايه ومن بعد ايه قلت وما نقول ايه لهذا حلونا نهضروا بعد الحرش حلونا نهضروا خليوها لحمه وحده عندك حاجه فيا ولا درت لك ولا غدرت بيك ولا جريت عليك ولا قلت لك مشكل ولا حاجه عيط لي في التليفون هضر معايا ولا هضر مع صاحبك ما باه الفيديو تقصر من صاحبك ولا تحوس تقصر مني وتحوس تطيح قيمتي وتحوس تهني ماشي ماشي خدمه هذه اذا كنت تحوس عليا ولا تحوس تقيسني مش بالطريقه هذه عيط لي في التليفون نهضر معاك نفهمك قضية اللي تعبوا عليها رجالة الناس بصات عليها تعبت عليها ضاعت حياتها عليها ضاعوا ولدهم دخلوا للحباس كتبوا مشاو ناضلوا جي واحد ولا زوج من الناس ولا واحد هنا وعد ليه وعد ليه يبدأ يهضر ويقصي وعندي وصرا وجرا وذاك ما كلا ما كلا إذا حابين إذا حابين إلا كان حابين نتريقلو نسكتوا على بعضنا ونسمعوا لبعضنا إذا كان حابين نمشيو كتله وحده ونجيبوا حقنا نهضروا انا نهار نشوف هذه لي فيديو ما كانش والتخوينات والتكسار كي نقولو نخرجوا الفيكتيف يخرج ماشي نخرج نخرجوا نخرجوا من نهار نقولو نخرجوا تبدا الناس تكسر ونخرج انا نلقى روحي انا ب واحد لا بألف ولا ب لما نخرج ما نخرج مخلي ما نخليش روحي مضحكه نهار نشوف الناس كامل خارجه ومدي سيديه انا نخرج ماشي يقول لي نخرج وما يخرجش وماشي يقول نخرج في الرينيو وكيروح يقول ما خرجوش ومن بعد نخرج نلقى انا روحي لهذا الواحد عنده خبره في هذا التسيير عنده خبره في هذه القضيه ميدانيا اداريا مع الاهتمام الزملاء يعرف الناس بزاف يعرف المتقاعدين يعرف كذا يعرف كذا خليونا نشوفو كيفاه نجيبو حقنا هذا ونروح هذا واش راح نقول لكم آه ديزويت بليسيس اللي قاعدين يتصلوا ولا تاع جنود تابعه 95 99 ديزويت بليسيس اللي على راسهم رئيس المنظمه بوزكزا كمال او زعيم راه را منسقين وطنيين ويعرفوا القضيه تبعوهم وديروا فيهم الثقه ما تعطيهمش بالظهر ماشي يقول لكم كوش انتم تروحوا دروات ومن بعد تجي تقول لي واش قال كمال بوزكزا وحنا ديزويت بليسيس ولا تقولي لي واش قال زعيم كمال بوزكزا معرفتي ليه هنا راهو ماهوش من هادوك اللي يلعبوا بالقضيه راهو يدافع بشراسه وراهو زعيم كذلك راهو يدير في لي فيديو ما ندخلش انا بالديتاي تاع القضيه هذه كيفاه ماشيه هما على بالهم انا اللي الا كانت باه تنجحوا اسمعوا للناس هادو وديروا فيهم الثقه اليد في اليد ان شاء الله باش تطمر الشيء اللي مشيتو فيه تطمر يطمر هذا النضال تاعك عندنا واحد المريض في بير توتان بعد نتصل بالجهه عندنا مشطوب من 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 الغرب من غير ايزان راهو دار عمليه جراحيه للاعصاب على, على راسه في مستشفى بي بيرتوتا والعمليه هذه سقامت ب 90 مليون هو كي كان مريض من الضغط اللي فيه راهو دخل كلينيك في بيرتوتا وهذه لا كلينيك بريفي المعلومات ما كتبتهاش انا نسيت عليها منين نتصل بالتاع الوسط يروح يضربوا له زياره والعمليه هذه راهي بتسعين مليون وصرا مشكل في السبيطار العمليه هذه كيفاش يسلك باش يخرج نتعاونوا فيها ان شاء الله وربي يشفيه وربي يصبر اهله واللي قادر يدير الخير في في في, في في الموضوع هذا تاع العمليه سيدي في ترى مشطب كان شويه ضرير والحمد لله كي دار العمليه راهو لاباس بقى المبلغ المالي برك ب مليون باش يطلقوه من السبيطار راهو في طن يتصل بالاهل تاعو قال لهم راني في السبيطار مرضت ودخلت لواحد الكلينيك وانا درت العمليه و سقمت ب90 مشكل باش نسلك ما عنديش حنا نقولو ربي يفك حوالو و ان شاء الله في حاجه الخير سي هذه ويروح هو سالم غانم لاهلو ان شاء الله راني